اهلا وسهلا من جديد مشاهدين، واصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي. من دور اي جهه ما تكون عندها مسؤوليه اجتماعيه تجاه الوطن، ولكن مع انتشار التكنولوجيا وتوسعها اصبح العالم غريه صغيره كما يسمى. لكن كيف نوظف التكنولوجيا اللي اصبحت متاحه في ايدي الجميع؟ كيف نقدر نخدم بها حياتنا ونخدم بها الوطن؟ كيف نوظفها توظيف امثل لخدمتنا ان احنا في المقام الاول وتنميه مهاراتنا؟ في الفتره الاخيره اصبح استخدام التكنولوجيا فيه جانب سلبي وجانب إيجابي. حنتعرف على جوانب مختلفة داخل الاستوديو مع باش مهندس الشيخ موسى، مهندس برمجيات. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ، إحنا سعيدين جدا بك. حمزة بيتكلم على إنه العالم أصبح قرية صغيرة، أنا ما بختلف معه كثير، لكن حاسس إنه ناس الحاسوب وناس تقنية المعلومات المفروض يكون عندهم رؤية أكبر أو أعمق من قرية صغيرة، لأنه إحنا الليلة وصلنا لجهاز التليفون. فلسه انت بتقولوا زينا كإعلاميين انه لسه هو قرية صغيرة، ولا الموضوع ده بقى اصغر شوية؟ والله هو فعلا قرية صغيرة، ولا يكاد يكون اصغر. لانك يعني حاليا انت بتقدر تصل لاي مكان في العالم بضغطة زر، وبتقدر تتواصل مع اي زول في اي حتة تانية، بتقدر تصل لمعلومات يعني فبيقى أصغر من قرية من ممكن تقول يعني الشيء اللي عايزه بتلقاه بضغط الزر، يعني فتش له في عم جوجل أو وسائط مختلفة ومواقع بحث أخرى هي متاحة بالنسبة للناس. زمان الحاجة كانت مختلفة نوعا ما، يعني زمان أنت لازم تبحث، لو مثلا داير بحث داير تكتب بحث لازم تمشي المكتبة وتجتهد وتواصل، هسه ممكن تعمل الحاجة دي. لكن بالإضافة لذاك النت بيوفر لك حاجات كثيرة، يعني أنت ممكن تصل للمرجع في أسرع وقت، ممكن تجمع مجموعة من المعلومات. نعم، لكن يبقى فقط البحث عن الصدقية، عن الموضوعية، يلا عن الحيادية. يلا 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 فيه مشاكل. نعم. زي ما تقول المصداقية وغير ده، ممكن أنت تنسب مجهود ناس تانيين لروحك. الموضوع عايز مسؤولية برضو. طيب الشيخ، نتكلم خلال التكنولوجيا وتأثيرها العالمي. التكنولوجيا عندنا في السودان والاستخدامات الأخرى، حتى كمان محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، في موضوع كبير كده شغل الناس هو كيفية استخدام هذه المواقع. أي شخص لو قلت لك بتستخدم يقول لك كده أو كده، ممكن يقضي وقت أكبر فيه من غير ما يستفيد منه بس في التصفح أو كده. فعايزين نشوف في رأيك أنت، من وجهة نظرك أنت كشاب وبرضه متخصص في هذا المجال، شنو أبرز المشكلات اللي بتواجه الشاب السوداني أو المستخدم السوداني لهذه الوسائل؟ والله خليني أول حاجة نعمم قبل، هي مشكلة بتواجه كل العالم ما إلا الشاب السوداني. أول حاجة مشكلة أساسية بقت مشكلة الإدمان، إنك بتقضي أكثر وقت كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات، يعني كل الوقت المفروض تحددوه الناس اللي عندهم تخصص في المجال، لأنه المفروض تقضي نص ساعة في أنت بتضيع وقت كثير في المواقع دي. غير ده يعني في مشاكل كثيرة تانية بتواجهك في الأخبار، زي نشر الأخبار الكاذبة والحاجات زي دي، والخصوصية، يعني خصوصيتك منتهكة تماما. انت بتنشر صورك، بتنشر موقعك، الناس ممكن يستغلوا الحاجة دي ويلحقوا بك أذى لا قدر الله أو كده. الحاجة دي بتواجه المجتمع السوداني عموما، خليك من الشباب. وزي الحاجه دي بقت هسه واسعه شديد، يعني اي زول بقى في امكانه انه يعمل حساب على فيسبوك او تويتر ويقضي اكثر وقت. الناس يعني زي ما تقول بقت الحاجه زي الموضه كده، حتى الكبار، خليك من نحن الشباب ديل معلش، لكن حتى الناس الكبار في العمر بقوا يقضوا وقت كثير في المواقع دي. الحاجه دي يعني نوعا ما ادت لتفكك العلاقات الاجتماعية. انت بدل تقضي وقت مع مثلا أسرتك أو أولادك في البيت، انت حتقضيه قاعد على الفيسبوك أو تويتر. الحياة دي بتفكك العلاقة بينك وبين أسرتك. نحن والله دم بننكره كله، لكن التلفون في الوقت ده أصبح صديق لكل ساعة، عشان ما نبقى مثاليين شيء، احنا برضو قاعدين نقضي في أوقات كثيرة على حساب التلفون. حمزة منه التلفون ساعة بتوتر، توتر تماما يعني. بمعنى؟ تتوتر ما تقدر تتخلى عن التلفون. انا التلفون ما اقدر اتخلى عنه. يلا الحاجه دي اسباب، لكن كيف ترتب بس الزمن ده المفروض يحصل؟ الشركات لانه الموظفين قاعدين يقضوا
اوقات كثيره في مواقع التواصل الاجتماعي والحاجه دي بتقلل نوعا ما من الانتاجيه. اذا مش مشكله من المشاكل بتاعتها، يعني الواحد تلقى بيمشي المكتب بتاعه يفتح الجهاز فيسبوك يوتيوب وكثير جدا من المواقع. طيب الشيخ، العالم يتغير يتطور كل يوم، نشوف تقنيه جديده على مستوى السوفت وير والهاردوير. ايوه، ونشوف تقنيه جديده، حتى انه انا اخر جهاز حاسوب خرج كان بحجم جهاز الفلاش اليو اس بي. ده جهاز حاسوب فيه كافه الامكانيات، وكده ليه يكون وصلته لاكثر من كده. الدراسه في الجامعات السودانيه والكليات المتخصصه في هذا المجال، في المجال التكنولوجي وفي المجال الالكتروني، بمختلف الكليات بمختلف مسمياتها، هندسه البرمجيات، تقنيه المعلومات، علوم الحاسوب، مهما كان المسمى كلها تصب في هذا المجال. هل هذه الدراسه في الجامعات السودانيه والكليات على مستويها الحكومي الخاص او الاهلي، هل هي تواكب ما يحدث من متغيرات في العالم، مستوى المعامل، اللابات، مستوى ما يدرس من مناهج؟ يعني رايك شنو انت؟ والله انا طبعا قريت في جامعه السودان، فبحكم عليك من خلال قرايتي عن الجامعه. نحن كمهندس يكون عندك نظره برضه. نحن ما بنقدر نقول ان نواسي روحنا بالمصافي الدول المتقدمه في هذه في هذا المجال بصراحة، يعني لأنه الحاجة ذاتها هي جديدة علينا. يعني أغلب المجالات بتاعت الحاسوب دخلت بعد 2000، سواء برمجيات أو IT تقنية معلومات. فنحن كاننا نوعا ما يعني محتاجين شغل كثير عشان نصل لمصافي الدول المتقدمة. المشكلة كانت زمان إنه التدريس بتاع المناهج دي بيبدأ بعد الثانوي، يعني هو المفروض من الأساس، لكن هسه اللي شايف دخلوا ماده الحاسوب في الاساس. المفروض من الاساس الحاجه دي نحن ندخل ماده الحاسوب وتقنيه المعلومات في المنهج عشان نقدر نواكب الناس. الاميه هسه بقت ما اميه بتاعت قرايه وكتابه، الاميه بتاعت تكنولوجيا. نعم، فنحن محتاجين شغل بجد عشان نواكب. ما مواكبين بصراحه، ما ننقش على رحنا، لكن برضو افضل من كثير غيرنا. طيب طبعا المواضيع دي كلها روز، مواضيع كبيرة، الإدمان، أهم الاهتمام بالمناهج وتنقيحها من الأساس، حتى الجامعات المعاهد العليا الخصوصي أو كذا. لكن لو تناولنا يعني كذا سريعا في أشكال عامة ورؤوس مواضيع، لو تكلمنا عن المتاح الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، من حق أي شخص أنه ينشر، لكن كيف أنه ينشر؟ هذا هو السؤال. ففهم الحرية أصبح في متسع كبير جدا، الكل يفهم، وقد يكون فهم إيجابي أو سلبي. في رأيك أنت الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أين تتجه؟ الله يكده، خلينا أول حاجة نتكلم عن الحرية، بعد ذلك نتقل لموضوع الحرية في التواصل الاجتماعي. حاليا إحنا طبعا بعد التغير اللي حصل في السودان، يعني شعارنا الأساسي اللي كنا به حرية سلام عدالة، الناس فهمت الحرية شوية يمكن يكون ضيق، ولا ما بيدي الحريه المعنى الحقيقي له. المعنى الحقيقي للحريه اللي احنا عايزين نوصل له هو حريه التعبير او حريه الراي. يعني انت تقول كلامك اللي انت عايز تقول، تقول رايك اللي عايز توصله بدون ما تكون خايف انه تحصل لك محاسبه او يزج بك في السجن او يؤدي بك لابعد منه. نمره 2، حريه الفكر، انك يعني تقدر تفكر، وانك تقدر تتفكر حتى في الكون والحاجات دي. 3، حرية الاعتقاد او حرية الضمير، حسي حاليا بيسموها زي ده، انك تكون حر في اختيار المعتقدات اللي انت عايزها. يعني ما تفرض عليك فرض، حتى المعتقدات الايمان بالله، حتى الاسلام وكده. يعني الله قال في القرآن: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فدي الحرية اللي احنا بنتكلم عنها. والحرية الثانية بمعنى ثاني انه انك تقدر تمارس حقوقك بدون ما تمس بمجال الاخرين او طيب. تدخل في مجال الاخرين. طيب عشان نمشي سريع شيخ، احنا واصل يعني الكلام ده كله واضح وقد يكون واضح لدى المشاهد. نتكلم عن الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي، الحرية في التعبير مع مراعاة الحفاظ على الامن القومي، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الاخرين. نتكلم عن مفهوم الحرية، هل هو مختلف تماما لدى عقلية الشارع السوداني عموما طبعا بكل اطيافه، ولا الحاصل شنو بالضبط؟ يلا هو مختلف نوعا ما. الناس شايفين انه خلاص الحرية دي يعني انت تقول العايز، تقول بدون ما تراعي في ناس فهم زي دي، يعني بدون ما تراعي حتى
للآخرين. دي ما بتكون حرية طبعا، دي حاجة ممكن تسموها أي حاجة تانية، أنت كده اعتديت على الغير ولا. الحرية دي إنك تقول رأيك، رأي يعني يكون عادل بدون ما تمس بالضبط الشخص الآخر، لأنك أنت في مجتمع، أنت ما براك يعني الشغلة، ما في حرية مطلقة كده زي ما الناس. جميل. طيب ماذا عن فقدان الخصوصية والأضرار اللي ممكن تنتج عنها إذا غادرنا موضوع الحرية؟ اعتبر أنا إذا انتهكت خصوصيتك أيضا تدخلت في حريتك بشكل من الأشكال. ممكن أي يعني ممكن في ناس تدخل في الخصوصية، يعني ممكن يضربك، ممكن يشين سمعتك، يعني ممكن حتى يحصل ابتزاز. صحيح. يعني صحيح ضمن حياتك سيئة جدا من التدخل. وهذا ما نشهد أيضا في بعض مواقع التواصل الإلكترونية، الهكيرة الشريدة، حساب تهكر حسابك يعني. كل ما مرة نشهد أنه عدم الخصوصية والحفاظ على الحمد لله ما عندك معلومات كافية في الحساب في الحتة دي الحمد لله. نتكلم عن الجانب ده، يعني جانب انتهاك الخصوصية، حتى الخصوصية في معرفة آراء الآخرين والاتصال بهم، أنك تتبع كل تفاصيلهم الخاصة. والخصوصية الثانية في انتهاك مواقع التواصل الاجتماعي أو تهكيره، من خلال نظرتك أنت كشخص مهندس برمجيات، الحاجة دي بتتم كيف؟ وتأمين الحسابات في الوسائل التواصل الاجتماعي هي برضو في تعليمات مرشدة أو مختلفة من قبل الوسائط نفسها يعني؟ أيوة، فيسبوك بديك جايدلاينز عشان أنت تأمن بها الحساب حقك من التهكير. يعني ما يعني في سؤال أمان وفي حاجات بس زي ده، لكن برضو الحاجة بترجع عليك أنت. يعني مثلا ممكن زول غريب خش عليك رسل لك رسالة، يعني مثلا افتح الرابط الفلاني، ولا غالبا الحاجات دي بتكون مفخخة. يعني أنت مجرد ما تضغط هناك البيانات حقتك بتكون هو ظهرت عنده في الموقع حقه، وبيقوم بيخترق حسابه. لكن الحاجة الثانية نشر الأخبار الشخصية بالنسبة للناس المعروفين في المجتمع أو حتى غير معروفين، يعني من أجل التشهير وكذا يعني. فالحاجة دي درجة خطورتها كيف عند عقلية المتلقي السوداني أو عموما المستخدم يعني؟ دي خطورات شديدة، وممكن أنت تدمر سمعة زول بالحاجة دي. والناس في ناس زي بينجرفوا مع التيار. يعني مثلا أنا لقيت خبر عن أي شخص كان، مثلا أنا طوالي ممكن أعمل شير والكلام أصلا ما يكون أنا متحقق منه، ما عارف مدى مصداقية هذا، وإذا حتى ذاته الكلام فيه مصداقية، الموضوع ده ممكن يدخلك في مسؤولية قانونية يعني. الحاجة ما ساي كده يعني، أنت ما تتكلم بس ساي كده تتهم جزافا كده وتسيء لذاته، حاجة ما عندها علاقة بالحرية أصلا. طيب على مستوى الأجهزة الإلكترونية، يعني جهاز الهاتف الآن والأجهزة الموجودة والمنتشرة المتطورة بتقنياته المختلفة هي أشبه بالحواسيب الصغيرة أيضا يعني، فنجد انتشار كبير جدا وعدم معرفة ووعي للناس للتعامل مع موضوع الفيروسات وانتشار الفيروسات. فشنو نقدر نقول لهم في الجانب بأنه كيف الفيروسات بتنتشر، كيف احنا نقدر ندعم؟ انت الآن قلت ممكن رسالة يكون فخ، في ممارسات كثيرة جدا احنا بنشاهدها، ممكن تجينا رسالة بتاعت نظام ما نتعامل معاه بيس او نو، فنغلق اغلاق تكون مؤثرة علينا برضه، فخلينا نتكلم عن الجانب ده. يلا هو غالبا يرسلوا لك في اغلب الاحيان روابط، يعني مثلا بيستغلوا مثلا دائما حاجات معينة عندها تأثير على الناس، مثلا إعلان بتاع وظائف في الحتة الفلانية، حتى الحاجة لما تقرأها ذاتها بتشوفها كده ما منطقي، يعني ممكن يخذ لك راتب كده يعني زي ما تقول ما حاجة ما معقولة يعني، ويقول لك وظيفة بدون مثلا شروط ولا يعني كلام زي ده، يخذ لك رابط معين، فأنت تضغط على الرابط ده حتخش عليه وحيتم استلام بياناتك. غير ده ممكن يعني في حاجة تانية، ممكن زول يستدرجك يعني بالكلام وكده عشان يعرف عنك معلومات. غالبا في ناس بخدوا أرقام تلفوناتهم كباسورد مثلا، وفي ناس بخدوا اسم ولده حاجة بالشكل ده، يعرف عنك المعلومات دي ويقدر يصل لحسابك. الحاجة بترجع عليك أنت في نفسك، يعني أنت ما تتعامل مع الناس يعني ما تديم أي حاجة كده، ما كل الناس الحذر، الناس اللي ما بتعرفهم يعني حاول تكون حذر في تعاملك معهم. تبدأ الحاجة
طيب وغير حاجه رساله غير معروفه المصدر ما تتعامل مع هذا. جميل، نحن حنطلع فاصل، لكن قبل ما نطلع فاصل ونختتم معك، انا معلوماتي بتقول انه معنا شاعر من الشعر المميزين جدا، فشنو في صباح الشروق حنهدي كل المشاهدين؟ انا هحكي ان شاء الله قصيده اسمها ذكرى خافقه القباب. طيب ان شاء الله ده حيكون اسم دياني تحت الطل ان شاء الله. ان شاء الله. هل عند حزنك بالكلام حباب، أم أن حزنك وحشة وخراب، أم سفت الأيام أنظر قصة لا يرتوي من مائها الإسهاب، جدتك صلبان على نخل الجوى ودعاك سجر حزنه المحراب، فعرجت سبعا في الأسى نوديت زد سدر الوصول سماؤه الإلغاب، فدنت مخلعة النواس حجابها هداك من إنزالها الرياب، وجلت لك الألواح منها غيهبا في سفرها حرف الوصول غياب، لو كان بحر مدادها ضمير الحبا من بث فوق نشيمنا التنحاب، ماذا يفسر من وجودك حزنه لو أن مرآة الوجود ضباب، أم هل يفيد الغيم صهدا غائرا لو أن أثداء الغمام سراب، طرقت أغانيك الصدى إذ لوحت من آخر الذكرى إليك قباب، ماض به المعنى يضيء سماءه وترق من أنسانه الألباب، ووقفت أرقب في سمائي نجمة فعسى يمر بليلة الأحباب، حرفي على الأوراق يبني قرية ما أورقوا في صمتي الغياب، تجلو بي الصفحات صمت بياضها ما سار سطرا فوقها الأصحاب، أترقب الأوقات كلي دهشة عذراء راعشة بها الأبواب، تمتصني الأوتار خيطا صاخبا وتشف أوجاعي وهن ضباب، متمددا كخيال طفل لا يني من صوت جدته يمر سحاب، مستوعبا كل الوجود قصيدة كونية في ظلها ينساب. شكرا، نعتذر ان كنا فاجأناك ايضا في المشاهد الجميله. وعطى الشيخ ده يجينا ثاني في صباح الشروق، كثر خيرك كشاعر هذه المره. احنا كشاعر فاجأناه يعني مرقنا من الموضوع تماما. احنا شاكرين لك جدا حضورك معنا اليوم وسعيدين جدا بك. شكرا لك. شكرا ان شاء الله نمضي ونتواصل معكم بكل تاكيد مشاهدينا الاعزاء عبر صباح الشروق على الهواء مباشره. الساعه الاولى تكاملت والساعه الثانيه بعد الفاصل.